السلام عليكم مشاهدين الكرام ورحمة الله وبركاته، أحييكم في هذه الحلقة من مطارحات في العقيدة، يأتيكم مباشرة من استديوهات قناة الكوثر الفضائية بمدينة قم المقدسة. أحيي مشاهدين الكرام ومستمعينا عبر إذاعة طهران العربية ومن يشاهدونا عبر الفيسبوك أيضا. أرحب أيضا بسماحة آية الله السيد كمال حيدري، أهلا ومرحبا بك سماحة السيد في هذه الحلقة. موضوعنا علي عليه السلام والقتال على التأويل في قسمه العاشر. تحدثتم في الحلقة السابقة عن إدارة المؤامرة إن صح التعبير من قبل بني أمية أو حزب بني أمية، البيت الأموي، البيت الأموي بعد رحيل رسول الله، لكي يصلوا إلى مرافق السلطة والقضاء على الإسلام بعد أن عجزوا في مرحلة التنزيل من القضاء عليه. حبذا لو تعطونا خلاصة لما تقدم في تلك الحلقة أو الحلقة السابقة، وإذا كانت هناك شواهد إضافية تؤيد ذلك تفضلوا بها. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. في الواقع كما أشرت في الحلقات السابقة أن هذا البحث له فوائد ونتائج مهمة وخطيرة ترتبط بواقعنا المعاصر. نحن إذا استطعنا أن نفهم ماذا جرى في صدر الإسلام وأن نحلل المؤامرة والتخطيط الذي قام به البيت الأموي للقضاء على الإسلام المحمدي الأصيل، نستطيع أن نفهم تلك الدعوات التي تحاول في عصرنا الحاضر أن تحيي القراءة الأموية للإسلام، لأني في اعتقادي أن الأمويين وأن البيت الأموي وعلى رأسهم معاوية وقبل ذلك وبعد ذلك حاولوا أن يعطوا قراءة للإسلام تختلف كاملا وجذريا عن الإسلام الذي بناه القرآن الكريم وبنته السنة النبوية المباركة. ولذا ورد كما قرأنا في الحلقة السابقة إن أول من يغير سنتي رجل من بني أمية، وليس المراد أن هناك سنة واحدة يبدلها، وإنما أساسا يحاول أن يقضي على السنة النبوية كاملة، وهذا ما حاولته العصبة الأموية والبيت الأموي. وهذه القراءة التي أشرنا إليها، أنا إنما وقفت عند كلمات علم من أعلام السنة المعاصرين وهو العلامة العلايلي، حتى لا يتبادر إلى ذهن أحد أن هذه القراءة هي القراءة الشيعية لتأريخ صدر الإسلام. لا أريد أن أبين هذه الحقيقة، وهي أن جملة من أعلام أهل السنة أيضا انتهوا إلى هذه النتيجة الخطيرة، وهي أن البيت الأموي كان يخطط أولا كما تفضلتم أنه أن يقف أمام الإسلام التنزيلي، ولكن حيث لم يستطع وأجبر على الدخول على الإسلام في فتح مكة، عند ذلك كاد للإسلام وحوله إلى إسلام آخر، وهذا هو النفاق التأويلي الذي أشرنا إليه فيما سبق. ولذا قرأنا في الحلقة السابقة بعض الكلمات المهمة في هذا المجال، وأنا أشير إلى جملة واحدة في هذا المجال، وهو ما ورد في كتاب الإمام الحسين للعلامة العلايلي في الصفحة أعزائي 57. الإمام الحسين دار مكتبة التربية بيروت، هناك عنده جملة واحدة في صفحة 57 يقول: وفي نظري أن كل بلبلات وبليات المحيط الإسلامي في عهد الخلفاء يمكن تعليلها بالإصبع الأموية.
جملة واضحة لا تحتاج إلى تأويل ولا تحتاج إلى شرح وإلى تعليق. طبعا بعد ذلك سيتضح عندما نأتي إلى الحروب التي أيضا جرت إلى مقتل عثمان، اللي هي أول ما بدأت الفتن وبعد ذلك استمرت ولم تقف. أيضا عنده عبارة بودي أن الأعزة يلتفتوا إليها، وهي عبارة خطيرة جدا في صفحة 453 فقط، أستبق الأبحاث وإن شاء الله تعالى سيأتي البحث لاحقا. يقول: ومن تهكمات القدر أن يحرض عمرو بن العاص على قتل عثمان وتجبهه عائشة علانية، تقف أمامه كجبهة مقابلة لجبهة عثمان، ويتخلى معاوية عن نجدته ويعين عليه طلحة والزبير كلاهما. هاي نظرية كاملة، نظرية كاملة العلامة العلال يطرحها. ثم ينفر هؤلاء أنفسهم هنا وهناك يطالبون بدمه علي بن أبي طالب. طلامة بن الحسن عجيب. طبعا هذا الكلام الذي يقوله سأقرأه، الأعزة لا يستعجلون، سأقرأه من كلمات كبار البيت الأموي، أن الذي دافع عن عثمان هو من؟ هو علي عليه السلام. كان أبر، هم يقولون كان أبر لصاحبنا صاحبكم، واقعا أخلص له، ولكن هؤلاء كانوا يريدون أن ينهوا هذه المرحلة للانتقال إلى ماذا؟ للانتقال إلى حكم الأمويين. قال: يطالبون بدمه علي بن أبي طالب الذي أخلص له النصيحة وحذره من هذا المصير، وكان مجنه دون رواكض الخطوب، اللي إن شاء الله تعالى عندما نأتي إلى الفتن التي أدت إلى مقتل عثمان. وأنا بودي أن أشير إلى هنا نكتة أعزائي، أن ليس هذا البحث الذي أطرحه بحث سرد تاريخي، لأنه في الكوثر توجد برامج تاريخية تتحدث عن ذلك. أنا أريد أن أقرأ ما وراء الخبر إن صح التعبير، ما وراء هذه الأخبار، ما وراء هذه الأحداث، أريد أن أربط هذه الخيوط لأصل إلى نتيجة. ولكن يتذكر المشاهد الكريم أنه نحن هذا التحليل قدمناه من كلمات أحد أعلام السنة، ومن كلمات الإمام أمير المؤمنين في نهج البلاغة. من هنا قد يأتي هذا التساؤل: سيدنا، هذا تحليل وليس حجة علينا، وما ذكرتموه في نهج البلاغة لا يشكل حجة على الآخر، هذا مضافا إلى أنه لم تذكروا سند لخطب نهج البلاغة. وهذا كانت مداخلة أحد الأعزة بالأمس، قال بأنه ما هي أسناد نهج أو سند نهج البلاغة. في هذه الليلة أعزائي، بقدر ما يسعنا الوقت إن شاء الله ويسعنا، أحاول أن أذكر مجموعة من النصوص والشواهد التاريخية الواردة الصحيحة المعتبرة الواردة في كتب كبار علماء أهل السنة، ليتضح بأن ما أشرنا إليه من التحليل وما بيناه في كلمات الإمام أمير المؤمنين، هل هناك شواهد تاريخية تثبت هذه الحقائق أو لا؟ الأمر الأول أو الشاهد الأول، التفتوا لي أعزائي، وهذا شاهد خطير جدا، أنا بودي أن الأعزة يلتفتوا إلى هذا الشاهد. الشاهد الأول أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن يبغض أو ما أبغض إلا بني أمية. نصوص صحيحة تقول أنه أبغض من الأحياء بني أمية. عجيب. ولم يستثني أحدها، ولم يستثني أحدا. هذه خطيرة يعني جدا خطيرة، ولكن وبعد ذلك يقولون: لماذا أنتم تقولون لعنة الله على بني أمية؟ عزيزي، نحن والله تابعون للسنة النبوية، رسول الله صلى الله عليه وآله أبغضهم، فنحن أيضا ماذا نتبرأ منهم ونبغضهم، ونحاول بقدر ما يمكن أن نبين حقيقة هذه السنة التي يدعي البعض بها. أحسنتم. تقول: أين ذلك أعزاء؟ من حق المشاهد طبعا. أعزاء التفتوا، هذا كتاب مسند
أبي يعلى الموصلي الجزء الثالث للإمام الحافظ التميمي المتوفى 307 من الهجرة، الجزء الثالث عشر، حققه وخرج أحاديثه حسين سليم أسد أعزائي في الجزء الثالث عشر صفحة 417. التفتوا، الرواية رقم الرواية 7421، هناك في صفحة 417 التفتوا لي أعزائي، الرواية عن عبد الله بن مطرف عن أبي برزة قال: كان أبغض الأحياء إلى رسول الله بنو أمية. ما تصور يعني العبارة تحتاج إلى تفسير. وأترك التعليق لمن؟ يا رسول الله، لماذا تشملهم جميعا جميعا لا يستثنى؟ هسه أنا أدري الآن في ذهن بعض المشاهدين قد يأتي، إذا لماذا ولا فلان ولا هذه قضية أخرى. الآن أنا دا أتكلم عن ماذا؟ عن أحاديث، وهذيك لها توجيهها وبيانها الصحيح. كان أبغض الأحياء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله بنو أمية. التفتوا ماذا يقول المحقق في ذيلها، يقول: إسناده حسن. من يقول؟ من يقول؟ حسين سليم أسد يقول إسناده حسن. هذا المصدر الأول أو المورد الأول. المورد الثاني الذي ورد فيه هذا النص، وهو ما ورد في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ الهيثمي المتوفى 807 من الهجرة، تحقيق محمد عبد القادر أحمد عطا، الجزء العاشر أعزائي، رقم الحديث 16734، باب في من ذم من القبائل وأهل البدع. إذن هم يضمون إلى أهل البدع، رسول الله ذمهم. الرواية عن أبي برزة قال: كان أبغض الناس أو أبغض الأحياء إلى رسول الله، إلى أن يقول رواه أحمد وأبو يعلى، وزاد إلا أنه قال بنو أمية، وكذلك الطبراني ورجاله رجال الصحيح. صحيح البخاري، صحيح البخاري، نعم. غير عبد الله بن مطرف من ابن الشخير وهو ثقة، باقي الرجال رجال صحيح البخاري إلا هذا الشخص وهو ثقة أيضا، فما عندنا أي مشكلة. السؤال لماذا؟ ما السبب؟ لماذا؟ ما السبب واقعا؟ لماذا؟ مع أنهم أسلموا في فتح مكة، ورسول الله قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وبتعبير ابن تيمية كما قرأنا قال: حسن إسلامهم وإيمانهم وأنهم صاروا من أتقى الناس. قرأنا العبارة بعد، لا أحتاج إلى أن أكررها، ولكن لماذا؟ رسول الله هؤلاء يقول أبغض الناس إلي، أبغض الأحياء إلي، لماذا؟ العجيب أنه وجدت الجواب في كلمات شيخ الإسلام ابن تيمية نفسه، هو يجيب على ذلك، على شيء غريب، بل يجيب على هذا السؤال، ولكن هو لا يقول هذا جواب على السؤال، أنا جعلته جواب عن هذا التساؤل، وهو أنه لماذا أن رسول الله أبغض بني أمية بهذه الطريقة، يعني بلا استثناء أحد. الجواب ما قاله الإمام أمير المؤمنين. ماذا قال؟ قال: أولا أن هؤلاء حاربوا الإسلام مختارين ودخلوه مكرهين. وعندما دخلوه مكرهين، لماذا دخلوه مكرهين؟ إما دخلوه طمعاً وإما دخلوه رهبة وخوفاً من السبي والقتل. إذن هؤلاء عندما دخلوا الإسلام، عندما وجدوا إلى السنة العاشرة من الهجرة أنهم لم يستطيعوا أن يقفوا أمام مد الإسلام، ودخل في دين الله الناس في دين الله أفواجا، قالوا: إذن ندخل ماذا؟ ندخل لنخرب الإسلام من الداخل. ولكنهم دخلوا إليه إما رغبة وإما ماذا؟ رهبة. لا، أنهم دخلوا إليه اعتقادا وإيمانا. بأي دليل؟ أعزائي، لا أطيل على الأعزاء، هذا كتاب أمامكم، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية المجلد السابع، اللي هي طبع بأمر خادم الحرمين الملك فهد بن عبد العزيز.
المجلد السابع أعزائي في صفحة 251، التفتوا جيدا في 251، يقول: وأما ما نقل من أنهم منو؟ الطلقاء من أنهم أسلموا خوف القتل والسبي فهكذا كان. وبنو أمية من الطلقاء، هو يقول مو أنا أقول، يقول: فهكذا كان إسلام غير المهاجرين والأنصار، أسلموا رغبة ورهبة. هسه بعد ذلك سيتبين رغبة في ماذا؟ الرغبة في ماذا؟ الطمع في الدين والإيمان لو طمع في شيء آخر. أسلموا رغبة ورهبة كإسلام الطلقاء من قريش. يعني لم يدخلوا في الإسلام طائعين أبو سفيان وهند. يقول بعد أن قهرهم النبي صلى الله عليه وآله. إذن يصرحنا أن الطلقاء جميعا اللي الألفين ومنهم البيت الأموي بكامله، ما إلا افترض أم حبيبة اللي كانت قبل ذلك زوج النبي. التفتوا جيد، هؤلاء ماذا؟ لم يدخلوا الإسلام مطائعين، وإنما دخلوه إما رغبة من القتل والسب أو ماذا؟ رغبة. سؤال: بماذا كانوا يرغبون هؤلاء؟ ماذا؟ ما هي رغبتهم؟ أعزائي أيضا الجواب هو يجيب مجموع فتاوى الشيخ ابن تيمية نفس المجموعة، المجلد الثامن والعشرون أعزائي في الصفحة 589. التفتوا جيدا، عفوا 579، التفتوا لي 579. ولما كان عام حنين قسم غنائم حنين بين المؤلفة قلوبهم من أهل نجد والطلقاء من قريش. من هم هؤلاء الذين قسم عليهم واجتذبهم إلى الدين بالمال بعبارتنا؟ يعني ماذا؟ يعني باعوا أنفسهم للإسلام مقابل. وأنا أنا أنا بعد لا أحتاج أن أعلق أنه هذا الدين الذي يشترى بالمال بالجمال والذهب والفضة، أي دين هذا؟ والغريب أنه أهل نجد وقريش. أسأل المهم أنه بيني وبين الله أريد أترك هذا للمشاهد الكريم. يقول: من أهل نجد والطلقاء من قريش. يذكر بعض الأسماء، هم قال أكثر من 2000 في الحلقة السابقة. قال: كعيينة بن حصن والعباس بن مرداس والأقرع بن حابس وبين سهيل بن عمرو وصفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وأبي سفيان بن حرب وابنه معاوية وأمثالهم من الطلقاء. إذن دين معاوية اشتري ماذا؟ بالمال. لا، هو يصف بالمؤلفة. نعم صريح. اسمحوا لي. قال: ولم يعطي المهاجرين والأنصار شيئا، أعطاهم ليتألف بذلك قلوبهم على الإسلام. هؤلاء اشترى دينهم، اشترى بالمال. هذا كان دين البيت الأموي، أنه اشتري ماذا؟ بحفنة من الدراهم والدنانير. قال: اشترى ليتألف بذلك قلوبهم على الإسلام وتأليفهم عليه مصلحة عامة للمسلمين. اي والله، لان هؤلاء 10 أعوام ماذا؟ حاربوا الإسلام، فأعطاهم وقال: من دخل بيت أبي سفيان فهو آمين، وكل هذا فعله رسول الله لأجل أن لا يحارب الإسلام، ولكنه ماذا فعل؟ يأمن شرهم. أحسنتم، وشر الناس من تخاف الناس من شره. والذين لم يعطهم هم أفضل عنده، وهم سادات أولياء الله المتقين إلى آخره. إذن من هنا يتضح بشكل واضح وصريح أنه أساسا رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا ولم يفعل مع أي عصبة وبيت آخر إلا بني ماذا؟ بني أمية.
هذا يكشف عن ماذا؟ يكشف عن ماذا؟ هذه رسالة تدل على ماذا؟ هذه رسالة يا أعزائي، نحن ونعيش نحن بعد 1400 سنة، تعالوا نقرأ التاريخ من جديد. لماذا أن رسول الله فعل ذلك؟ يقينا أن رسول الله عندما قام بهذا العمل قام لأجل حكمة ومصلحة. الآن لست بصدد البحث في تلك، ولكن لابد أن نقرأ أن هؤلاء من هم؟ الذين حاربوا الإسلام وبعد ذلك دخلوا في الإسلام، وقال رسول الله أنتم الطلقاء، وتألفهم على الإسلام بماذا؟ بالمال. هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني، لم يكتفي رسول الله بذلك، لم يكتفي فقط قال بأنه أبغض الناس إليه بنو أمية. بعد ماذا قال؟ لعن جناحا من أهم أجنحة البيت الأموي، لعنه كاملا كاملا بلا أن يستثني منه ماذا؟ أحدا. وهذه نقطة خطيرة. وهذا الجناح هو الذي أدار نعم أحسنتم، هو الذي أدار الفتنة كاملا، وهو الجناح المرواني. يعني جناح أولاد الحكم، أولاد الحكم ابن أبي العاص الذي لعنه رسول الله صلى الله عليه وآله، ولم يكتفي بلعنه وطرده، وإنما لعنه. ولعله لا سابقة في التاريخ أن رسول الله يعين شخصا للعن ويلعنه هو وما ولد وذريته، ويا ليت من ذرية وما ولد. يعني الطبقة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة إلى آخره. قال ملعون هو وما ولد. وما ولد. وقع أنا لا أتصور. وبعد ذلك يأتي إليك زيد وعمر من هذا يترضون عليه. مو فقط يترضون، مو فقط هذا، يقولون أن رسول الله لا يسمح بلعن الأشخاص، مع أنه لعن هنا ماذا؟ مو فقط لعن شخصا واحدا، بل لعن شخصا وما ولد. من حق السائل أن يقول سيدنا هذه دعوة ثانية أيضا أخطر من الدعوة الأولى، ما هو الدليل على ذلك؟ التفتوا لي يا أعزائي. المورد الأول ما ورد في مسند الإمام أبي يعلى الموصلي المتوفى 307 من الهجرة في المجلد 12 صفحة 135، الرواية هذه عن أبي يحيى قال كنت بين الحسين والحسن ومروان يتشاتمان. طبعا أنا لا أوافق على هذا التعبير، ولكن أقرأ النص الموجود. فجعل الحسن يكف الحسين، فقال مروان. التفتوا لأعزائي، التفتوا جيدا إلى هذا النص حتى تعرفوا بأن الجناح المرواني أو هذا الجناح من البيت الأموي ماذا كان ينظر إلى أهل بيت النبوة الذين طهرهم الله تطهيرا بنص القرآن الكريم. انظروا ماذا كان يقول من؟ مروان. فقال مروان أهل بيت ملعونون. مروان يقول لمن؟ للحسن والحسين. التفت جيدا، ومو يقتصر على الحسن والحسين، وإنما يقول هذا أهل البيت، يعني أهل بيت النبي، حتى النبي معهم. نعم، وحتى أزواج النبي. أليس تقولون؟ طبعا نحن نعتقد أن آية التطهير مختصة بهؤلاء الخمس، أنتم تعتقدون ماذا؟ أنه أعم. إذا مروان ديلعن يقول هؤلاء ملعونون. فقال مروان أهل بيت ملعونون. بينكم وبين الله بعد هذا يؤمن بالقرآن مروان؟ يؤمن برسول الله، يؤمن بالسنة، يؤمن بالحسن، يؤمن بأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، ريحانة رسول الله، ولا يؤمن برسول الله. أحسنتم. فقال مروان أهل بيت ملعونون. فغضب الحسن فقال أقلت أهل بيت ملعونون؟ فوالله صحابي مثل الحسن الذي طهره الله تطهيرا، فوالله لقد لعنك الله على لسان نبيه.
من اللاعن؟ النبي الله, الله على لسان, لسان من؟ على لسان نبيه. على لسان نبيه وأنت في صلب أبيك. شوفوا شكد هذه الشجرة, شجرة ملعونة, ملعونة وخبيثة. ولهذا وردت النصوص الصريحة أن القرآن قال الشجرة الطيبة ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء, ومثل كلمة خبيثة ككلمة خبيثة, ومثل شجرة خبيثة إلى آخره. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اشتثت من فوق الأرض فما لها من قرار. تعالوا أعزائي إلى النص. قال محقق الكتاب حسين أسد إسناده صحيح, إسناده صحيح صحيح. هسه قد يقول قائل, من حقه قد يقول قائل, طبعا هذه الرواية وردت في مصادر متعددة ومهمة أيضا. من المصادر التي وردت في هذا المجال أعزائي في البداية والنهاية للإمام للحافظ ابن كثير, البداية والنهاية للحافظ ابن كثير الدمشقي, تحقيق الدكتور عبد الله التركي, عبد المحسن التركي, في المجلد أعزائي 11 صفحة 711. يقول وقد كان أبوه, ليترجم لمروان, يقول وقد كان أبوه الحكم من أكبر أعداء النبي, هم رؤوس الأحزاب هؤلاء, وإنما أسلم يوم الفتح لأنهم وجدوا بأن الطريق بعد أغلق. وقدم الحكم المدينة ثم طرده النبي إلى الطائف ومات بها. إن شاء الله تعالى سيأتي عندما نقف إجمالا على مخالفات الخليفة الثالث لرسول الله, واحدة منها إرجاع ماذا؟ إرجاع الحكم إلى المدينة وقد حرمها عليه رسول الله. ومروان, ترى هذا الكتاب مو بحار الأنوار للمجلس يا أعزائي, ولا كتاب أصول الكافي, ولا كتاب بصائر الدرجات أعزائي, هذا الكتاب لأحد الأئمة الكبار وهو الحافظ ابن كثير. ومروان كان أكبر الأسباب في حصار عثمان. زيد يتضح أنه البيت الأموي ماذا كان يخطط؟ ثم يقولون لماذا سيدنا تقرأ من نهج البلاغة؟ ما هي الشواهد؟ لا, والغريب أنه كل هذه المؤامرات يحيلونها إلى السبئية والفورس بلي هذا ابن كثير يقول ومروان كان أكبر الأسباب في حصار عثمان. ماذا فعل؟ قال لأنه زور على لسانه كتابا إلى مصر بقتل أولئك الوفد, وحيث أنه كان المستشار الخاص للخليفة الثالث, فذاك الوفد ما استطاع أن يصدق أنه هذا الفعل صدر ماذا؟ ولذا قلت بأنه في الحلقة السابقة أن هؤلاء جميعا استغفلوا وكانت هناك مؤامرة تحاك من وراء هؤلاء. قال لأنه زور على لسانه كتابا إلى مصر بقتل أولئك الوفد, ولما كان متوليا على المدينة لمعاوية كان يسب عليا كل جمعة على المنبر. هذا أيضا فيما يتعلق بسب الصحابة. بلي صحابي يسب من؟ يسب علي, ولكنه نقول رضي الله عنه طليق وكأننا ننسى لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. وقال له الحسن بن علي, هذا الذي قرأناه, لقد لعن الله أباك الحكم وأنت في صلبه على لسان نبيه. فقال ماذا قال رسول الله؟ فقال لعن الله الحكم وما ولد, لعن الله الحكم وما ولد. أعزائي هذا كتاب المطالب العالية
لحافظ آخر، لعلم آخر بزوائد المسانيد الثمانية، ابن حجر العسقلاني المتوفى 852 من الهجرة، تحقيق عبد القادر عبد العزيز، وتنسيق سعد بن ناصر المجلد 18، طبعة دار العاصمة، أعزائي في صفحة 265 نفس الرواية، ومروان فلان وقد وقال: أقلت أهل بيت ملعونون؟ فوالله لقد لعنك الله وأنت في صلب أبيك. الرواية درجته صحيح بهذا الإسناد، لأن جميع رواته ثقات، وذكره الهيثمي، وذكره البوصري، وذكره أبو يعلى، وذكره الطبراني، وأخرجه ابن عساكر، وكل الأعلام أخرجوا هذه الرواية. هل يكفي؟ ما أدري بعد، هم يوجد هناك من يشك بأنه عندما نقول أن المؤامرة كانت مؤامرة أموية، وأشير إلى علم معاصر آخر وهو العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة. إذن الحديث أين موجود؟ في سلسلة الأحاديث الصحيحة، المجلد 7، القسم 2، في صفحة 719 أعزائي، رقم الحديث 3240. قال، ينسب إلى رسول الله، قال: ليدخلن عليكم رجل لعين، يعني الحكم بن أبي العاص، إلى أن يأتي في صفحة 724 يقول: وقد وردت أحاديث في لعن الحكم والدي مروان وما ولد. ثم هو يستغرب من؟ الألباني. ممن يستغرب؟ يستغرب من الإمام الذهبي. يقول: وأعجب من ذلك كله تحفظ الحافظ الذهبي بقوله في ترجمة الحكم: وقد وردت أحاديث منكرة في لعنه. منكرة؟ أي بل، لأنه هذا هو الاتجاه الأموي. كيف إذا كان الحكم وما ولد كلهم ملعونون على لسان النبي، والله لعنهم، إذن كيف يدافعون؟ كيف يقولون حضرة مروان، حضرة معاوية رضي الله عنه؟ يعني بعبارة أخرى، مخالفة صريحة للقرآن وللسنة ولرسول الله، ومع ذلك يتهمون الآخرين بأنكم تخالفون. يقول: وقد وردت أحاديث منكرة في لعنه لا يجوز الاحتجاج بها، وليس له في الجملة خصوص من الصحبة بل عموم الصحبة، ولكنه مع ذلك ماذا؟ صحابي، لا يحق لنا أن نتكلم. نعم، مو من الصحابة الخواص، من عموم ماذا؟ من عموم الصحابة. هسه الآن أعزائي، استذكروا هذا الأصل، خلوا ذهنكم يمي، استذكروا هذا الأصل، بعد ذلك سنأتي إلى الاتجاه الأموي عندما جاء إلى الأحاديث: الخلفاء من بعدي 12، الأمراء من بعدي 12، وأن الإسلام بهم عزيزا. تجد ابن تيمية وأمثال ابن تيمية ومحمد عبد الوهاب يعدون منهم مروان بن الحكم وأولاد مروان بن الحكم، هؤلاء هم الأمراء والخلفاء الذين بشر بهم رسول الله، لعنهم وبشر بهم. ضحالة نظرية هذه سامحني، مو فقط وإنما إسفاف، وإنما واقعا أنا إشكالي أعزائي مو على الخط الأموي والاتجاه الأموي، أنا إشكالي على بعض من يدعي العلم والعناوين، دكتور وأستاذ والشيخ وعالم وأهل العلم وكذا، ويخرجون على الفضائيات ويدافعون عمن؟ عن الاتجاه الأموي والبيت الأموي. أنا كلامي مع هؤلاء شهود الله، واقعا شهود الله، أحسن شهود الله. كما قال أحد المتداخلين، قال: كل هؤلاء شهود الله في خلقه. شاهد ملعون، لعنه بالاسم رسول الله، هو وما ولد. جيد، إذن الحديث أعزائي هذا هو الشاهد الثاني في المقام، إذا تسمح لي أستاذ علاء. نتوقف عند فاصل سماحة السيد. إذن أعزائي المشاهدين، نتوقف عند فاصل قصير، نستكمل بعده حديثنا في قسمه العاشر حول علي عليه السلام والقتال على التأويل. فاصل ونعود.
لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع. لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع. إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي، إليك لدى الإحسان واليسر أفزع. إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي، إليك لدى الإحسان واليسر أفزع. إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي، فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع. إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي، فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع. إلهي أذقني طعم عفوك يوم ذا، بنونا ولا مال هنالك ينفع. إلهي أقلني عثرتي وانح حولتي، فإني مقر خائف متضرع. فإني مقر خائف متضرع. مشاهدين الكرام، أحييكم مرة أخرى وأحيي سماحة الله السيد كمال حيدري، سماحة السيد. نعود إلى البحث. بثلاثين سنة وكل هذه الروايات وكل هذه الشواهد، وهم من هم معروفون بين الصحابة وبين عموم المسلمين بالأسماء. أحسنتم، يعني لا أنه عناوين عامة حتى يشتبه المسلمون. يشتبه. لا لا لا، وضع رسول الله هذا الرجل على أبي سفيان، وضع على الحكم، وضع على مروان، أولادهم. أحسنتم. بني أمية كلها وضع يدهم. طيب، ما الذي حصل خلال فترة قصيرة يتحول الطريد والملعون والطليق إلى أمير المؤمنين وإلى خليفة رسول الله؟ أحسنتم. هذه هي واقع. هذا يعني السؤال يبقى، ويبقى هذا السؤال لابد أن نجيب عليه. أعزائي كونوا على ثقة، ما لم نجب على هذا التساؤل الأساس والمحوري في صدر الإسلام، لا نستطيع أن نفهم ماذا حدث في صدر الإسلام. وهذه مسؤولية كل إنسان، ومسؤولية كل إنسان، ومسؤولية كل باحث، ومسؤولية كل محقق، ومسؤولية كل عالم، ومسؤولية كل واحد من أهل العلم، ومسؤولية كل من يتصدى لمسؤولية علمية ودينية ودعوية في هذه الأمة. أعزائي، رسول الله يضع يده على بني أمية، يضع يده على أبي سفيان، يضع يده على المروان، يضع يده على الحكم، يضع يده على الأولاد، يلعنهم، يطردهم، يفعل كل ما يستطيع حتى يقف أمام ماذا؟ هذا الانقلاب الذي سيحصل من بعده. ولكنه مع ذلك نجد أنه القضية لا تدوم أكثر من 30 عاما، أقل بكثير، لأنه في عهد عثمان مروان يحصل، يكون المستشار الخاص لمن؟ يكون المستشار الخاص للخليفة الثالث. يعني لم يمر أكثر من 20 عاما وهو من أهل بيته. أحسنتم، شيء لا يصدقه الإنسان. ولكن مع ذلك ماذا فعلوا هؤلاء واقعا؟ ما هو التخطيط الذي أداروا به العملية؟ يعني البيت الأموي اللي استطاعوا في هذه الفترة القصيرة أن يقفوا ماذا؟ أمام ذلك النهج الأصيل الذي بنى له رسول الله صلى الله عليه وآله، وخطط له ذلك التخطيط الإلهي الرصين لأن تبقى المسيرة في طريقها الصحيح وعلى الصراط المستقيم. ماذا فعلوا؟ الجواب، هم عرفوا جيدا أن محور الحركة الإسلامية الأصيلة والرسالة المحمدية الناصعة إنما تتجسد في علي وأهل بيته. إذا لا طريق إلا بالقضاء على هذا البيت.
ووجدوا من يؤازرهم لدواع كثيرة. الآن قلت لكم الآن أنا لا أريد أن أدخل إلى أنه لماذا أن الخليفة الأول كذا فعل الخليفة الثاني كذا فهذاك أبحاث أخرى. أنا التخطيط الأموي كان قائم على هذا وهو أنه هؤلاء يخرجوهم عن معادلة الخلافة، وتجدون بأنهم استطاعوا في السقيفة أن يخرجوهم، وفي توصية الخليفة الأول أن يخرجوهم، وفي توصية وفي الشورى السداسية التي وضعها الخليفة الثاني أيضا أن يخرجوهم، ولكنه بعد عثمان بعد ما استطاعوا. لماذا؟ لأن الأمة دخلت على الخط، لأن الجماهير دخلت على الخط، وإلا لو كانت بأيديهم هم كانوا قد خططوا. لو كانت أن القضية بأيدي النخبة أحسنتم لانتقلت مباشرة من عثمان إلى من؟ إلى معاوية. ولكنه هذه لم تتوفر، ولذا ماذا فعلوا حتى القضية تكون واضحة وأستبق الأبحاث؟ ولذا شغلوا عليا في هذه الأربع خمس سنوات بحروب ثلاث. من هنا تفهمون جيدا، شغلوا عليا حتى لا يستطيع واقعا أن يتفرغ لبناء ما أفسد من قبله أو ما أفسدوه من قبل ذلك، ولذا ما استطاع أن يحقق الذي يريد، ولكنه وضع الأسس لذلك، وهذا ما سنتوفر عليه لاحقا. إذن ماذا فعلوا؟ قالوا إذن لابد أن نخرج عليا من المعادلة. تقول سيدنا هذا تحليل، يوجد هناك شاهد يثبت ذلك. أعزائي وقعا في هذه الليلة لا أتكلم، أقدم التحليل للمشاهد وأذكر الشواهد التاريخية الصحيحة، وحاولت أيضا أن أستند إلى المصادر التاريخية المعتمدة عند الاتجاه الأموي. يعني ما ذهبت إلى تاريخ مروج الذهب للمسعودي ولا تاريخ ابن الأثير ولا أبدا أبدا، وإنما ذهبت إلى أمثال ابن كثير والذهبي وإلى غير ذلك. هذه أمامكم أعزائي تاريخ الذهبي المجلد الثاني، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام للإمام الذهبي المتوفى 748 من الهجرة، تحقيق الدكتور بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، المجلد الثاني، صفحة 254. التفتوا إلى النص أعزائي، الرواية: وروى عمر بن علي بن الحسين الإمام السجاد عن أبيه قال مروان: ما كان في القوم أدفع عن صاحبنا من صاحبكم. الله، يعني المدافع الأساسي من كان؟ علي بن أبي طالب صلى الله عليه وسلم. مو عن شخص خلافة عثمان، لا أبدا، هو يعلم أن هذه الخلافة لم تصل إليه بحق، ولكنه كان يريد أن يحفظ هذا الموقع. ومع الأسف الشديد أن البعض يخلط بين الأشخاص وبين ماذا؟ وبين الموقع. يتصورون أن أمير المؤمنين عندما دافع عن الخلافة أنه دافع عن الخلفاء، وكم فرق بين الدفاع عن الخليفة أو الخلفاء والدفاع ماذا؟ عن منصب الخلافة النبوية. هذا المنصب له قيمة، ولكنه شغله من لا يستحق، حتى أنه لا تسقط هيبة ذلك. وسنقرأ العبارات. قال مروان: ما كان في القوم أدفع عن صاحبنا من صاحبكم، يعني عليا عن عثمان، ولكنه قرأنا قبل ذلك معاوية وعمر بن العاص كلهم هؤلاء. هو قال ابن كثير قال فقلت: فما بالكم تسبونه على المنابر؟ إذا كان علي هذا جزاؤه، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إذا دافع عن عثمان وكان أدفع عن عثمان منكم، لماذا تسبونه؟ التفتوا هذه القضية، احفظوها للتاريخ أعزائي، لا تنسوها. قال: لا يستقيم الأمر إلا بذلك. الغاية تبرر الوسيلة. ذلك لأنه إذا علي وصل إلى الخلافة والناس ذاقوا طعم عدالة علي، بعد تصل بعد إلى بني أمية أو لا تصل إلى بني أمية أعزائي، لا يستقيم الأمر إلا بذلك. لا يستقيم الأمر إلا أي أمر هذا؟ أمر الدين؟ أمر الخلافة؟ وإلا إذا دين الرجل بيني وبين الله من مقربي صحابة رسول الله.
لا يستقيم الأمر إلا بذلك. يقول الإمام الذهبي رواه ابن أبي خيثمة بإسناد قوي عن عمر بن علي بن الحسين، فسند ماذا؟ سند قوي معتبر. من هنا يستطيع المشاهد الكريم يقف جيدا على سياسة اللعن التي انتهجها من؟ انتهجها البيت الأموي للوقوف أمام حركة البيت النبوي والعلوي. ولكنه استفادوا من ذلك، استفادوا من أي شيء؟ استفادوا من قميص دم عثمان، من دم عثمان وقميص دم عثمان. طبعا هاي قضية اللعن أعزائي كانت سنة من السنن. التفتوا لي جيدا، هذا مو أقوله من عندي أعزائي، وأتذكر هذا البحث وقفت عنده قبل سنتين أو ثلاث، هذا صحيح مسلم أعزائي المجلد الرابع صفحة 217 أعزائي، كتاب فضائل الصحابة، كتاب فضائل الصحابة من فضائل علي بن أبي طالب. انظروا إلى الرواية، الرواية 2409، الرواية عن سهل بن سعد قال استعمل على المدينة رجل من آل مروان، قال فدعا سهل بن سعد الوالي من آل مروان، دعا سهل بن سعد فأمره أن يشتم عليا، أمره ماذا؟ أن يشتم خير صحابة رسول الله. قال فأبى سهل، فقال له أما إذا أبيت فقل لعن الله أبا التراب. قد يقول قائل عند أكون كثيرة الإمام لماذا أبى؟ لما أبى التراب؟ الجواب سيأتي، الجواب لا تستعجلون عزيز. فقال سهل ما كان لعلي اسم أحب إليه من أبي التراب. لماذا؟ قال وإن كان ليفرح إذا دعي بها، بهذه الكنية. فقال له أخبرنا عن قصته، لما سمي أبا تراب؟ كان يعلمون ولكنه يريدون أن يبينوا. قال جاء رسول الله بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت، فقال أين ابن عمك؟ فقالت كان بيني وبينه شيء فغاضبني. هذا المقدار من النص ليس حج علينا، لماذا؟ لأن قلنا من فرد، لأنه من يقينا أن عليا لا يغضب ماذا؟ لا يغضب فاطمة، لأن الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبي. هذه من مدسوسات البيت الأموي، الآن ما أريد أدخل فيه، مهم عندي بحث آخر. فخرج فلم يقل عندي، يعني رسول الله خرج من بيت الزهراء ولم يقل، يقول ولم يقل من القيلولة وهي النوم نصف النهار. فقال رسول الله لإنسان، لأحد كان موجود هناك، انظر أين هو. فجاء فقال يا رسول الله وفي المسجد راقد. فجاءه رسول الله وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه فأصابه تراب، فجعل رسول الله يمسحه عنه. يحتاج تعليق لو ما يحتاج المشاهد تعليق؟ نائم علي بن أبي طالب، مو يناديه رسول الله، يجلس عنده فيمسح عنه التراب، ولكن ما فعلت أمته به، ما فعلت هذه الأمة المسكينة. طبعا عندما أقول أمة أعزائي لا يتبادر إلى الذهن أقصد الجميع، لا، أقصد أصحاب المؤامرة ومن استغفلوا، هذه الأمة المسكينة البائسة. قال فجعل رسول الله يمسحه عنه ويقول قم أبا التراب، قم أبا التراب. التفتوا جيدا، فالبيت المرواني يريد يسقط هذا العنوان النبوي، إذن هو عداؤه لمن؟ لرسول الله، لرسول الله، لمن قال عنه الله ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن العداء لمن؟
وإلا لماذا تسب عليا بهذا الاسم؟ لا أقل احتراما لمن؟ لرسول الله، لرسول الله اللي سماه بأبي تراب. إذا ماذا يكشف هذا؟ يكشف أن هؤلاء كانوا يعادون عليا؟ لا. كانوا يعادون بني هاشم؟ لا. كانوا يعادون ماذا؟ الإسلام، القرآن. وهنا إذا يسمح للمشاهد الكريم أستاذ علاء، بدأ الوقت يضايقنا من الآن مباشرة. هذا الحديث اللي ورد في صحيح مسلم ورد أيضا ماذا؟ في الجامع الصحيح. لا لا لا، في صحيح البخاري. في الجامع البخاري. صحيح البخاري، حتى تعرفون الهوى الأموي الذي يعيشه هذا الإنسان، وكيف كان ينتقي ما يحب ويترك ماذا؟ ما لا ينسجم مع هواه الأموي. نفس هذا الحديث أعزائي ورد في البخاري المجلد الثالث، أعزائي التفتوا، الجامع الصحيح، يعني البخاري، شعيب الأرنؤوط، طبعة الرسالة العالمية، المجلد الرابع، صفحة 463 أعزائي، كتاب الاستئذان، باب القائلة في المسجد. بينكم وبين الله، هذا شنو علاقته بها الرواية؟ وينقل الرواية هنا، حتى إذا واحد قرأ الفهرس يجدها أو لا يجدها الرواية؟ لا يجدها، لا يجدها. اولا اول القائل ماذا؟ في المسجد. هسه لم يعلم ان امير المؤمنين ذهب الى المسجد للقيلولة، ولكن هو يعبر عن قائل في المسجد. ما يقول باب تسميه علي بأبي تراب. لا لا لا، او فضائل من فضائل الصحابه. لا لا لا، كتاب الاستئذان في مكان مولانا، حتى لا يلتفت اليه احد. هذا اول، هذا اولا. اذا ضيع الروايه وين؟ هناك جعلها في فضائل علي بن ابي طالب، وين؟ في صحيح مسلم. ولكن هذا اين جعلها؟ جعلها هنا. احسنت. الروايه عن ابن حازم عن سهل بن سعد، اذا نفس الروايه ونفس السند. قال: ما كان لعلي اسم احب اليه من ابي تراب. صدر الروايه كلها حذفت حتى يبرئ منه، يبرئ المروانية والبيت الأموي. إذن من وسط الرواية؟ واضح للمشاهد الكريم، من وسط الرواية. من وسط الرواية. ما كان لعلي، ونفس النص، لعلي اسم أحب إليه من أبي تراب، وإن كان ليفرح به إذا دعي بها، جاء رسول الله بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت، فقال ابن أين ابن عمك؟ فقالت: كان بيني وبينه شيء فغضبني. ولذا تجد أنت الآن الفضائيات الأموية عادة ينقلون هاي الرواية، يقولون: انظروا انظروا أن عليا كان ماذا؟ كان يغضب فاطمة. إذن بدل ما أن يجعلها مما ورد من وأمور التي ارتكبها البيت الأموي وذم مروان، جعلها مما ذم به علي، في حين أن نهاية الرواية لا تبين هذا الأمر. واضح يعني مولانا. إذا كان يعني غضبه، كيف إذا كان يمسحه هذا هذا المشهد العاطفي، هذا المشهد الأخوي، هذا المشهد على أي الأحوال. فغاضبني فخرج الرواية وهو مضطجع، قد صدق سقط عنه رداءه عن شقه، فأصابه تراب، فجعل رسول الله يمسحه عنه وهو يقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب. هذه هي مشكلتنا مع صحيح البخاري، وهو أنه الرواية يأتي من النص، جعل من الفضيلة ذنب. أحسنت، يحاول أن يجعل هذا. ولذا نحن عندما نصل أعزائي إلى واقعا الإمام ابن رجب الحنبلي، وهذه قضية أنا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت جيدا، وأنا إن شاء الله 10 دقائق وأستمع المداخلات بسرعة، تعطونا مجال. أنهينا بالسؤال بلي؟ نعم، أنهينا بالسؤال. إذا بعد لم ينتهي هذا الشاهد الثالث، وعندي شاهدين آخرين إن شاء الله الأسبوع القادم إن شاء الله. وهذا ما أكد عليه من؟ الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتاب في كراس له قيم الفرق بين النصيحة والتعيير، حققه نجم عبد الرحمن خلف دار المأمون للتراث. هناك يشير إلى كامل النظرية الأموية في هذا المجال. يقول: والثاني للتمييز بين التعيير والنصيحة، يعني اللسان ظاهره ما هو؟
نصيحة ولكن باطنه ذم وطعن وتعيير وإسقاط. يقول أن يظهر الطعن على الشخص ليتوصل بذلك إلى هواه وغرضه الفاسد في قالب النصح والذب عن علماء الشرع والذب عن عثمان. وبمثل هذه المكيدة كان ظلم بني مروان وأتباعهم، يستميلون الناس إليهم وينفرون قلوبهم عن علي بن أبي طالب والحسن والحسين وذريتهم رضي الله عنهم أجمعين. إذن واضح التخطيط الأموي، هذا التخطيط الشيطاني للوقوف أمام ماذا؟ للوقوف أمام الخلافة وإبعاد علي عن الخلافة. يقول وأنه لما قتل عثمان لم تر الأمة أحق من علي فبايعوه، فتوصل من توصل إلى التنفير عنه، أن ينفر الناس عنه، بأن أظهر تعظيم قتل عثمان وقبحه، وهو في نفس الأمر كذلك، نعم قتل الخليفة كما يقول كذلك. ضم إلى ذلك أن المؤلب على قتله والساعي فيه علي، إلى أن يقول فلما أظهروا ذلك تفرقت قلوب كثير ممن لا خبرة له بحقائق الأمور، فبادروا بحقائق الأمور عن علي، فبادروا إلى قتاله ديانة وتقربا ثم إلى قتال أولاده. فحدث ما حدث أين؟ في كربلاء وبعد كربلاء. وكان بعضهم يقول، التفتوا إلى المؤامرة، وكان بعضهم يقول في الخلوة لمن يثق إليه كلاما، من؟ الخط المرواني الأموي، ما معناه؟ لم يكن أحد من الصحابة أكفأ عن عثمان من علي، يعلمون ذلك كما قرأنا النص، فيقال له لم يسبونه إذن؟ فيقول إن الملك لا يقوم إلا بذلك، ما ذكرتموه قبل قليل بلي. ومراده لولا تنفير قلوب الناس عن علي وولده ونسبتهم إلى ظلم علم عثمان لما مالت قلوب الناس إليهم لما علموه من صفاتهم الجميلة وخصائصهم الجليلة، فكانوا يسرعون إلى متابعتهم ومبايعتهم، فيزول بذلك ملك أمية وينصرف الناس عن طاعته. هذا مو أقوله، هذا مو كتاب شيعي، هذا الذي أردت أقوله، يعني الذي يثلج القلب سمحت السيد هو أن الأخوة السنة علماء السنة التفتوا إلى الحقيقة، واقفون على هذه الحقيقة، وهذا الذي أريد أن واقعا أوصله إلى المسلمين الآن فعلا. لكن أتباع الخط الأموي اليوم يريدون أن يصادروا كل هذه الآراء، هذا التراث الإسلامي، هذا التراث لمصلحة البيت الأموي. هذا واقعا يثلج القلب يعني. ولذا إذا تسمح لي وأن بعد ذلك أستمع إلى المداخلات، أقرأ نص واحد بعد وبعد ذلك واقعا أريد أعطي مجال كثير اليوم للمداخلات إذا صار الوقت أن أذكر الشاهد الرابع إن شاء الله. ولذا وإذا تسمح لي هذا الشاهد الأخير مختصر أستاذ علاء أشير إليه، ونتيجة المقام ماذا حدث بعد مدة قليلة لم تتجاوز 20-30 عام؟ من يقول؟ الإمام الذهبي، مو أنا دا أقول. ونتيجة ذلك كله في سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي الجزء الثالث أعزائي صفحة 61، التفتوا ماذا يقول من؟ الإمام الذهبي. بعد هاي التربية والجهاز الإعلامي الضخم يقول وخلف معاوية خلق كثير يحبونه ويتغالون فيه ويفضلونه. لم تتجاوز إلا 4 عقود، يعني ارتحال الرسول 11 من الهجرة وهلاك معاوية في 50 من الهجرة، تمام؟ يعني المدة قد 4 عقود فقط، ولكنه تبدد 60 من الهجرة بلي 5 عقود نعم 5 عقود بلي
جيد جدا. لا 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 ابدا ابدا لا نعم 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 احسنتم احسنتم نعم نعم احسنتم خمسة عقود احسنتم جيد جدا. اذا الفترة ماذا؟ 50 عام. ولكنه هؤلاء انظر الجهاز الاعلامي الاموي والتربوي والتعليمي ماذا قلب الامة الاسلامية. التفتوا جيدا. يقول خلف معاوية خلق كثير يحبونه ويتغالون فيه ويفضلونه إما قد ملكهم بالكرم والحلم والعطاء. يعني اشتراهم بالمال. لا 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 أنا مو أريد أقول من عندي. اسمح لي أستاذ سلام. هذا كتاب منه الألباني. المشاهد في الينظر سلسلة الأحاديث الصحيحة المجلد 7 القسم 2 في صفحة 726. هذا من قال للكرم. أنا تذكرت هذه الرواية. تنبيه. قال بعث معاوية إلى عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق كما في الكتاب. ابن من؟ ابن الخليفة الأول. 100,000 درهم. هذا كرم معاوية. بعد أن أبى البيعة ليزيد بن معاوية. فردها عبد الرحمن وأبى أن يأخذها وقال أبيع ديني بدنياي وخرج إلى مكة حتى مات بها. إذن واضح الكرم الأموي ما وين كانت أهدافه. بلي 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 وين كان هدفه على أي الأحوال. قال وإما قد ولدوا في الشام على حبه وتربى أولادهم على ذلك وفيهم جماعة يسيرة من الصحابة وعدد كثير من التابعين والفضلاء وحاربوا معه أهل العراق ونشأوا على النصب. يعني على النصب لمن؟ لعلي وأهل بيته صاروا من النواصب. تغيير المناهج الذي اليوم يتحدثون عنه. أحسنتم عزيزي أحسنتم أستاذ علاء. هذا هو النهج. تغيير المناهج. قال ونشأوا على النصب نعوذ بالله من الهوى. قد في كل هذا التاريخ اللي أنت وجدته أمامكم تجدون واقعا الغريب واقعا الإنسان يستغرب. استمعوا إلى هذا وأختم بحديثي دقيقتين وأختم حديثي واقعا أنه عندما نأتي إلى صحيح مسلم في الجزء الرابع صفحات 308 انظروا هذه المقولة الخطيرة. رسول الله بعد عين كله أنه بيت كان يبغض بني أمية كان يلعنهم كان إلى غير ذلك. انظروا ماذا كان علية صحابة رسول الله موقفهم من حديث رسول الله. الرواية في صحيح مسلم أعزائي صحيح مسلم بتحقيق الشيخ مسلم بن محمود بن عثمان صفحة الجزء الرابع صفحة 308 رقم الحديث 2504 باب من فضائل سلمان وصهيب وبلال. الرواية إن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر فقالوا والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها. هؤلاء أتباع من؟ أتباع رسول الله. أتباع رسول الله. هؤلاء على السنة. قال فقال أبو بكر وهو جالس في المجلس أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ عجيب المعايير عجيب يا أخي والله. شيخ قريش وسيده. أحسنتم عجيب. وأنت عشت مع رسول الله وأنت الآن في أواخر يعني لا يعني المقارنة واضحة سمحت السيد. منطق هؤلاء منطق سلمان ومنطق بلال منطق صهيب ومنطق من ومنطق الخليفة الأول. وأنا أترك ذلك تعليقه للمشاهد وهو في صحيح مسلم. أنا ماذا أقول شيء من عندي. أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبي فأخبره.
يعني تألم من قول الصحابة سلمان وصهيب وبلال، فجاء إلى النبي مخبرا أن هؤلاء لماذا يتعاملون مع الشيخ قريش وسيدهم بهذا الشكل. انظروا جواب رسول الله، هو الحكم بعد، أنا ما أريد أحكم، انظروا إلى قول رسول الله. فقال: يا أبا بكر لعلك أغضبتهم. يعني هذا كلامك كان ماذا؟ إغضاب لهم. وبطبيعة الحال لابد ماذا؟ قد يقول قائل: سيدنا فليغضب هؤلاء، معنى هل كانوا من المعصومين؟ فليغضبوا. قال: لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. يعني الرسول وقف كاملا إلى جانبه، أنه أغضبت ربك. وتبين أن سلمان وصهيب وبلال أفقه بمراتب ممن؟ من الخليفة. وهذا هو الشاهد الرابع. الشاهد الخامس بسرعة. هذا الشاهد الرابع. نعم. لا أبدا أستمع المداخلات. الشاهد الرابع اتضح أن الرسول صلى الله عليه وآله كان يقول: من يجامل أبا سفيان فقد ماذا؟ أغضب الله. أنا بيني وبين الله، هل يوجد في صحابي آخر قاله رسول الله كذا؟ تتم الكلام تأتي أستاذ إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، نستمع إلى مداخلاتكم. أرجو من الأخوة أعطائي الاتصال الأول. الأخت خادمة الزهراء من البحرين، وحي الله أهل البحرين، تفضلي أختي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم على سيدي كمال الحيدري. عليكم السلام ورحمة الله. أنا استغفرت بركات علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، وأقول لك سيدي يا كمال الحيدري، أنت يد الله الصادقة فوق مبغضي أهل البيت، نسألكم أن تطلبوا لنا بالثبات على ولاية علي بن أبي طالب، ونتمنى أن نكثر الحديث عنه لأنه هو الحق المبين والصراط المستقيم. وفقكم الله لأن تعطونا وتعلموننا حب أهل البيت، وبطريق وبسببكم أنتم الكثير من الناس اهتدوا يا سيدي. فأتمنى لكم التوفيق، ونسألكم دائما أن تطلبوا لنا الثبات على ولاية علي بن أبي طالب إن شاء الله، وثبتكم الله على ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. شكرا لأخت خادمة الزهراء من البحرين. مع اتصال آخر، يوسف من ألمانيا، تفضل يوسف. وسمحت السيد كمال الحيدري، السلام عليكم أيها المقدم البرنامج الأخ الكريم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. سؤالي لسماحة السيد الكريم: لماذا بعض المسلمين الذين يدعون بحب الله لا يلتزمون بهذه الآية الكريمة؟ وشكرا لكم، يعطيكم ألف عافية يا رب. شكرا لك أخ يوسف من ألمانيا. خالد من المملكة العربية السعودية، تفضل أخ خالد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا شيخ كمال على المواضيع هذه الجميلة، صراحة استفدنا منكم الكثير، والله هذا ما كنا نعرف أنه في كتبنا إلا بعد أن تأكدنا، جزاكم الله خير يا شيخ. جزيت خيرا. أهلا بك أخ خالد، شكرا لك. أحمد من المملكة العربية السعودية، أبو أحمد تفضل. أبو أحمد من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني أنا سمعت لكلام الشيخ كمال الحيدري. نعم. وجلست أكثر من ربع ساعة، لم ما فهمت إيش يبغى، يعني ما يرمي له. طيب. بعد متابعة طويلة فهمت إنه يقصد إنه أهل البيت رواة حديث الأحاديث عند أهل السنة يحاولون يخرجون روايات يطعنون فيها في علي من كلام من خلال كلامه يعني. لا لم يقل أهل السنة يعني. نعم. لم يقل. أنا أجيب إن شاء الله. نعم. سؤال. نعم. واضح يقول. نعم. أنه ماذا تريد؟ ماذا تريد أن تقول؟ أنا عزيزي. إذن تسأل عن الهدف من هذه الأبحاث. جيدة. سأجيبه. شكرا أبو أحمد. أم ياسر من العراق، تفضلي أختي أم ياسر.
السلام عليكم جميعا سيد كمال. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أختي. سيدنا الكريم ذكرتم في هذه الحلقة ما معناه أن بني أمية وهم الطلقاء الملعونون استطاعوا بعد تقريبا 20 سنة من موت النبي صلى الله عليه وآله من الالتفاف على الحكم والبدء بهدم الإسلام من حينها ومن الداخل، وبذلك قوضوا بناء النبي صلى الله عليه وآله لمدة 23 سنة. نعم. هذا وهو أكمل الخلق وأفضل وأكمل المصلحين، والله ظهيره وجبرائيل والمؤمنين. سيدنا فماذا نفعل نحن للإصلاح؟ وكيف تريدون الآن أن نصلح ما أفسده الدهر وأن نحافظ على الإسلام الأصيل وننشره وقد هدم سابقا بناء من هو مؤسس لهذه الرسالة؟ فهل هذا الهدم هو معاذ الله فشل الرسالة الإسلامية؟ لا يعني أرجو من الأخت ياسر، وصلت الفكرة أختي ياسر؟ وصلت الفكرة، وهذا بالعكس لا يدعو إلى اليأس، بل يعني بل أكثر التفاؤل الآن بحمد الله تعالى، تجدين مئات الملايين من المسلمين يتوجهون إلى الحقيقة وعرفوا هذا الحق. هذا وهذه سنة التأمين. أمامك خادمة الزهراء من البحرين. لا 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 أساسا أكثر من ذلك، أنتم بالأمس وجدتي على بحمد الله تعالى الآن في شمال أفريقيا وفي أوروبا وفي العالم وفي السعودية بحمد الله تعالى الآن تجدين كثير من أهل السنة يتصلون وتتصل له وتنكشف لهم الحقائق. واطمئني عزيزتي، الآن ما أريد أستبق الجواب مباشرة، اطمئني عزيزتي، هذه سنة التاريخ، هذا ليس فشل، وإلا الله سبحانه وتعالى خطط الإصلاح والهداية للبشرية. وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد خطط، لماذا يحتاج أن ينزل 124 ألف نبي؟ بنبي واحد كان يصلح ماذا؟ البشرية. أساسا سنة الله في خلقه هي سنة الابتلاء، سنة الامتحان، سنة الاختبار، هذه السنة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، هذه ضمن السنة وبحمد الله تعالى. وهذا هو الجهد الذي واقعا قام به الإمام أمير المؤمنين والأئمة من بعده. الآن يكفي أن تعلمي مئات ملايين المسلمين بحمد الله تعالى من أتباع مدرسة أهل البيت، ومئات ملايين إلا شرذمة قليلة الذي هو الاتجاه الأموي لا يحبون عليا وأهل بيته، وإلا الباقي كلهم ماذا؟ يحبون عليا وأهل البيت. فقط يعني نقطة واحدة، كل ما تسمعينه مما ينقله سماحة السيد من كتب أعلام أهل السنة يبين أن الحقيقة لم تكن غائبة أبدا، أن الوضع أكثر تفاؤلا، لكن هناك سطوة إعلامية تحاول أن تظهر فقط الجوانب المظلمة، آراء النصب، آراء العداء لأهل البيت، وإلا تراث المسلمين مليء بهذا التحليل، وهذا ما نقرأه. مع اتصال من السعودية، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ضعيف عزيزي. حسين من السعودية، تفضل. صوت عفوا، أرجو رفع الصوت داخل الاستوديو. نعم تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. لشهود الله أين هم من التاريخ؟ شكرا لكم. شكرا. أين هم من التاريخ؟ شكرا حسين. مع اتصال من إبراهيم من غزة، تفضل إبراهيم. إبراهيم من غزة، تفضل. الأخ إبراهيم من غزة لا يسمعني. لقمان من الجزائر، تفضل. لقمان. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ورحمة الله. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي لقمان. يعطيك العافية، تفضل. اسمع لي بعض الملاحظات عندي. تفضل. البيت الأموي. لما قام عمرو بن لحي الخزاعي بهرب الأصنام إلى مكة، قامت قريش ومن خلالهم بنو أمية بتأسيس ديانة. ليس هناك بيت أموي، إنما هناك ديانة أموية. ستذكر البيت المحمدي. هذه الديانة الأموية كانت في مقابل الحنيفية الإبراهيمية السمحة لبنو هاشم. لقد قال أبو لها صراحة، قال كنا مع بني هاشم كبر صيرها، فلما سبقناهم قالوا من عندنا نبي فلم يؤمنوا به. قال أبو سفيان أيضا في فتح مكة العباس عم الرسول إن ملك ابن أخيك، لم يقل لأن النبوة وإنما قال هناك ملك. قال أيضا يزيد بن معاوية لعبت هاشم بالملك، فلا خبر جاء ولا وحي نزل.
أي أن هذه وهذه الدين الأموية متحالفة بحكم التعامل التجاري مع اليهود، أخرج كثير من اليهود نبدأ أنهم مثلا حتى أنا أقول لك أحد الفرقات الناجية أنهم هم شعب الله المختار، أنهم أحق الناس بالملك. بالإضافة إلى الكرة الآلية محمد قالوا بإبادة كل أهل محمد حتى الأموات من أهل محمد مدحهم صكوك الغفران. شكرا شكرا أخ لقمان، شكرا على هذه المداخلة. وصلت الفكرة. محمد من الكويت تفضل. محمد من دولة الكويت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك أخ محمد تفضل. وحي ضيفك الكريم سماحة السيد. شكرا لك. سيدنا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا أنت أثرت موضوع مهم جدا وينبغي الوقوف إليه، ربما أن مرت عليه مرور الكرام أجد لا يحتاج إلى حلقات. تفضل. حديث الاثنى عشر ذكرهم ابن تيمية في كتابه بالأسماء، والآن أنت ذكرت ابن أبي تيمية لعن بن أمية على الحكم، فكيف نوفق بين هذه يعني هذه الرواية وهذه الرواية إن شاء الله؟ وإذا كان الحديث، سؤال ثاني اللي هو المهم فضل. إذا كان الحديث هو موجود أو روي عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لماذا لم يحتجوا بهذا الحديث بينما ذهبوا إلى السقيفة للانتخاب أبو بكر؟ لماذا لم يقولوا أن هذا الحديث موجود وروي عن الرسول؟ حتما الصحابة كانوا موجودين والتابعين أيضا كانوا موجودين، لماذا لم يحتجوا بينما احتجوا بالسقيفة والآية وأمرهم إشكال بينهم؟ إشكال أساسي. شكرا محمد من دولة الكويت. الأخت عنود من السعودية تفضلي. وعليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فقط لدي استنتاج لا أعلم هل يوافق عليه الشيخ أم لا. تفضلي. هناك فكرة لا أعلم من اللي تبناها هل هي أموية لكنها تروج في المناهج التعليمية، مفادها أن الشخص بمجرد رؤيته رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح لديه مضاد حيوي يفعل ما يحلو له بل ويسمى صحابيا. إذا هذه الفكرة تعتبر من أحد الأسباب تطرف المخالف لاتهام أتباع آل البيت أنهم ينتقصون من الصحابة إيمانهم بهذه الفكرة. طيب ما أهل البيت أيضا عاشوا مع النبي ورأوا النبي أكثر من غيرهم. لا لا يعني استنتاج قيم جدا من الأخوة المود وأنه واقعا فكرة أموية هذه طبعا. واقعا فكرة أموية لأنهم كانوا يعلمون أنه لا توجد عندهم لا دين ولا اعتقاد ولا إيمان، إذا وجدوا أفضل شيء وهو أن يقولوا من رأى رسول الله صار صحابيا، وإذا صار صحابي بتعبيركم فيه مضاد حيوي بعد أنه لا يؤثر فيه أي معصية لقاح وإن لعن وإن قتل وإن أعان على قتل عثمان وإن لعن الحسن والحسين وإن لعن البيت وإن كفر بالدين وإن كذا يكفي أنه صحابي. واقعا هذه فكرة أموية، واقعا هذه من أهم مفاتيح والعناصر المحورية التي بنى له الاتجاه الأموي والإعلام الأموي هو أنه عدالة الصحابة. الحمية من السعودية تفضل، إذا كنت يعني صحيح قرأت الاسم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. السلام عليكم وعلى شيخ سيدنا العزيز الحيدر وعلى السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك. سيدنا عندي سؤال، يعني لو نشوف هاي المؤامرة الأموية هل من المعقول هذا طبعا الحمية من السويد ليس من السعودية عفوا نعم هاي المؤامرة الأموية والمروانية هل قاموا بها هما وحدهم أم استعملوا مساعدة من اليهود الموجودين؟ يعني بعض اليهود ساعدوهم على هاي الخطة لتفليش أو طعن برسالة نبينا الأعظم محمد صلى الله عليه وآله، ومشكورين أحسن الله إليك. شكرا لك الأخ الحمية من السويد. محمد من الإمارات، وأرجو أن يكون آخر اتصال لنفتح الوقت أمام السيد للإجابة على التساؤلات وهي كثرت. تفضل محمد. ألو. تفضل. ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي العزيز، بس حبيت أوجه سؤال لفضيلة الشيخ. تفضل. لو سمحت بس أنا عندي سؤال واحد فقط ولا أكثر عليكم. تفضل. كيف يلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأمر باللعن على بني أمية وهم نشر الإسلام في الشرق والغرب
وقد نصر الله بهم الأمة ورفعت رايتهم في الأندلس وفي الشام وفي شمال أفريقيا على يد طارق بن زياد وعلى يد عقبة بن نافع. لا، أنا ما تكلمت عن طارق بن زياد وعقبة، أنا تكلمت عن البيت الأموي عزيزي. البيت الأممي، لكن جميع سؤال عزيزي إذا تسمح. طيب لا 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 لا، خلي أجيبه مباشرة. أخ محمد، سؤال فت سؤال أعزائي. الآن أمريكا جت وفتحت العراق، تعتبروه هذا فتحا؟ يظهر أن نعم تفضل. يعني تعتبر فتح؟ ليس كل فتح عزيزي أي فتح كان، فتح قائم على الخمور، قائم على كذا، قائم على كذا أعزائي. ثم هذه أحاديث أنا قرأتها من كتب الأعلام المسلم عزيزي، أنا ما قرأتها من كتب كتاب البحار. أي منطق بائس هذا اللي عندكم أنتم؟ أنا قرأت روايات أن رسول الله يبغض بني أمية، أنت تقول عندهم هذه الفتوح، عند رسول الله كان مشتبه ملان. منطق هذا أنت تستعمل؟ يعني هذا الإشكال يورد إلى رسول الله. أحسنتم، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يبغض أولئك الذين فتحوا الإسلام. على أي حال، أنا أرجو من الأخوة أن يعني يغلقوا الاتصالات لكي نستمع إلى الردود. وثلاث ما دقائق فقط سمع. كم؟ ثلاث دقائق. جيد، تفضلوا. أتصور أن خادمة الزهراء كانت مداخلة. يوسف من ألمانيا، لماذا لا يتمسكون أعزائي؟ الجواب في جملة واحدة، وهو أنه الجميع يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. عزيزي، بأنه الجميع يقول أنه متصل بحبلة، ولكنه نحن لابد أن نرجع إلى السنة ليبين لنا مصداق التمسك بحبل الله. وقد بين حديث الثقلين بشكل واضح وصريح أن الحبل هم القرآن و العطرة، كما وقفنا مفصلا عنده في الأطروحة المهدوية. طيب خالد، شكركم سماحة السيد أبو أحمد من السعودية، قال ما الذي تهدفون من هذا؟ واقعا كل الذي أهدفه من هذا البحث أمرين. الأمر الأول أعزائي أن أقول، أبين، أقرأ تاريخ الإسلام القراءة الصحيحة، وأنه ليس كما يقال أن كل من رأى رسول الله فهو نبي معصوم فهو لا يحق لأحد أن ينقده. لا يا أعزائي، هناك تأريخ لا بد أن يقرأ من جديد ليميز الغث من السمين، هذا أولا. وثانيا، لأستفيد من هذا التاريخ لمعرفة واقعي المعاصر، لأعرف من يدعو إلى الاتجاه الأموي ومن هو عرف ماذا الاتجاه الأموي. الآن أمامكم الفضائيات والقنوات، تجدون كل همها إحياء ماذا القراءة الأموية للإسلام مرة أخرى، وإسقاطاتها على واقع المسلمين. بقى هذا يقتل ويذبح باسم الإسلام. أم ياسر من العراق، أجبناها إجمالا. وعزيزتي، لابد أن لا تيأسي من شيء. هذا مضافا إلى أن التكليف لا يسقط في أي ظرف من الظروف، ولكن بحمد الله تعالى الآن نجد أن مدرسة أهل البيت وأتباع مدرسة أهل البيت وشيعة أهل البيت ومحبي أهل البيت في ازدياد مضطرد ودائم في العالم، وأنتم تجدون ذلك بحمد الله تعالى. حسين من السعودية، أين شهود الله؟ واقعا هذا إشكال، كان هذا مو سؤال، هذا كان واقعا. أولئك الذين يقولون بأن الصحابة كلهم شهود الله، إذن لماذا بعضهم كان يقتل ماذا كما تفضلتم؟ يظهر أنهم لم يقرأوا التاريخ. جيدا. بلي. لقمان من الجزائر كانت له مداخلة حول أنهم كانوا متحالفين مع اليهود. مو فقط متحالفين، وأسسوا لديانة. واقعا وهو كذلك، ولهذا عبرت عنها القراءة الأموية لمعارف الإسلام. محمد من الكويت، حديث الاثنى عشر. الجواب عزيزي، إن شاء الله تعالى تنتظرني إن شاء الله في بحث الأطروحة المهدوية. أنا هناك عندما أصل إلى الخلفاء، لأني إني تارك فيكم خليفتين. من الخلفاء؟ سنقف إن شاء الله أن الخلفاء 12 تفصيلا، سنقف عند البحث. إذا كان هذا الحديث ثابت لديهم، لماذا لم يحتجوا به في السقيفة؟
أي واحد وقعنا أبو السؤال يوجه بل يوجه إليهم بل صحيح. أتصور أن يعني الحمية الحمية وقعن كذلك أن في كلمتين أقول نعم نعم بل مو فقط اليهود يعني هاي الروايات الإسرائيلية التي دخلت عن كل من دخل الإسلام أعزائي لتهديمه من الداخل تعاونوا جميعا ماذا للقضاء ومنها الروايات التي وضعها أبو هريرة في تاريخ الإسلام من الإسرائيلية. طيب محمد من الإمارات كيف يلعن رسول الله أجبتموه أتصور حول هذا الموضوع مباشرة عنود من السعودية أيضا تحدثت عن فكرة يعني المضاد الحيوي لكل من رأى وواقعا هذه فكرة أموية كما قلنا واضحا. أشكر سماحة الله سيد كمال الحيدري شكرا لكم أنتم أعزائي المشاهدين وأيضا مستمعينا عبر قناة طهران العربية إذاعة طهران العربية حتى نلتقيكم في الأسبوع القادم استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم.